مهم. طيب خلينا نروح لأرض الملعب ومراسلنا فاروق صلاح عشان يطلعنا على آخر الاستعدادات للفريقين. اتفضل يا فاروق. من جديد بجدد التحيه طبعا بيك يا كابتن هيثم، كل الشكر للكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكرام كباتن مصر الكابتن ياسر صلاح والكابتن محمد عبد الوارث، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل صاله سيتي كلوب السلام قبل انطلاق المباراه، قبل انطلاق المباراه اللي هتجمع ما بين الاهلي والزمالك طبعا في بدايه الدوره المجمعه لحسم او نهائيات دوري كره اليد السيدات. طبعا الدوره المجمعه كلها كابتن هيثم هتقام هنا على صاله سيتي كلوب. خليني اقول لك ان اخر استعدادات فريق النادي الاهلي ونتكلم اكتر يعني عن كواليس البطوله. خليني اقول لك ان النادي الاهلي طبعا دخل الدوره المجمعه والختاميه وهو في المركز الاول برصيد نقطتين طبعا بعد حسم النتائج السابقه والنتائج الاعتباريه للنادي الاهلي. المركز الثاني لفريق الشمس بنقطه ونص، ثم فريق السبورتنج اللي في رصيده نقطه، بينما نادي الزمالك في المركز الاخير بنصف نقطه. علشان كده النهارده هتبقى المباراه الاولى ما بين صاحب المركز الاول اللي هو النادي الاهلي بنقطتين في مواجهه صاحب المركز الاخير نادي الزمالك، ثم عقب هذا اللقاء هتكون في مواجهه قويه ايضا ما بين سبورتنج والشمس عقب هذا اللقاء، ثم غدا ان شاء الله تكون مواجهه ما بين النادي الاهلي صاحب المركز الاول مع فريق السبورتنج صاحب المركز الثالث، ثم الختام هيكون مباراة الأهلي والشمس طبعا صاحب المركز الثاني. طبعا مع نهاية وختام المباريات إن شاء الله أكثر الفرق طبعا حصولا على النقاط هيكون هو بطل الدوري هذا الموسم. طبعا كل الأمنيات وكل التوفيق لفريق النادي الأهلي في هذه البطولة بإذن الله، وسيدات النادي الأهلي إن شاء الله قادرين على حسم هذه البطولة بإذن الله. أقدر أقول لك إن يعني آخر استعدادات فريق النادي الأهلي طبعا الكابتن يحيى يوسف المدير الفني للنادي الأهلي اتكلم مع اللاعبين طبعا بعد المباراه الاخيره اللي فاز فيها فريق سيدات النادي الاهلي على سبورتنج بنتيجه 28-23. اتكلم ايضا مع اللاعبين على اهميه هذه المباراه، ويعني قال اللاعبين مش عايزين نشوف يعني ننظر لاخر مباراه جمعت ما بيننا وما بين الزمالك وفزنا عليهم، لا عايزين نركز وتكون بدايه قويه جدا قبل مواجهه سبورتنج ومباراه الشمس. النهار بالامس كان تمرين اخير للنادي الاهلي ثم الدخول في معسكر امس، النهارده كان في محاضره فيديو جمعت الكابتن يحيى يوسف مع لاعبات النادي الاهلي، اتكلم وشدد على اهميه اللقاء طبعا مع عرض بعض مقاطع الفيديو والدور اللي بيقوم بيه محلل الاداء في النادي الاهلي للوقوف على كل كبيره وصغيره. على الجانب الاخر الكابتن عاطف سالم المدير الفني للنادي الزمالك اتكلم طبعا على اللقاء وشدد على لاعبات النادي الزمالك على قوه النادي الاهلي والعناصر المميزه في فريق النادي الاهلي. خليني اقول لك يا كابتن هيثم ان اخر مواجهه جمعت ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك كانت 1 ابريل يعني هذا مطلع هذا الشهر، وانتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 51-21 بفرق 30 نقطه. ده اللي بيدل على قوه فريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده قادر طبعا على حسم اللقاء، ويعني تبقى خطوه مهمه جدا قبل الخطوتين القادمتين امام فريق سبورتنج وفريق الشمس. اقول لك النهارده طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراه احمد مصطفى شوقي حكم الاول ومحمد محمود عادل الحكم الثاني، المسجل يوسف سامح والميقاتي محمد احمد محسب، ويراقب المباراه الكابتن جمال رمضان. كل الاجواء هنا مميزه لاعبات النادي الاهلي، الثقه موجوده عند لاعبات النادي الاهلي، ان شاء الله ده نشوفه ينعكس على اللاعبين ونشوف مردوده في ارض الملعب ويكون يعني مباراة كبيرة إن شاء الله يكلل فيها فريق أنسات النادي الأهلي وسيدات النادي الأهلي بالانتصار بإذن الله. أنا موجود معاك يا كابتن هيثم لو في أي استفسار أو أي تساؤل. كنت عايز أسأل فاروق، هل المباريات هل يعني المباراة اللي بعدينا هتنطلق مباشرة ولا ممكن يكون في وقت راحة؟ يعني المباراة اللي بعدينا هيبقى فيها تبقى الساعة كام بالظبط؟ يعني اقدر اقول لك يعني عقب نهايه هذا اللقاء بنصف ساعه، يعني عقب نهايه لقاء الاهلي والزمالك بنصف ساعه هتبقى يعني لفتره النصف ساعه ما بين المباراتين هتنطلق المباراه القويه جدا مباراه سبورتنج والشمس. وخليني اقول لك ان الجهاز الفني للنادي الاهلي بيقول هذه المباراه اهميه، قال ننتهي من مباراه الزمالك ثم الفريق بالكامل والجهاز الفني هينتظر في الصاله ايضا لمتابعه هذه المباراه. طبعا انت عارف ان هي مواجهه قويه جدا والنادي الاهلي بينتظر مواجهه اقوى مع فريق سبورتنج غدا باذن الله، ثم الختام ان شاء الله هتكون يوم السبت امام فريق الشمس. يعني عقب نهايه هذا اللقاء بنصف ساعه هتكون انطلاق مباراه سبورتنج والشمس يا كابتن هيثم.
الله فاروق، وكل التوفيق لفرقتنا النهارده. بشكرك شكرا جزيلا في زميلنا العزيز فاروق صلاح من صاله سيتي كلاب بالسلام، بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان